كون كان بيتاس باقي معلم واش غيجيبوا له 70 جمل مشى للحج؟ عندي سؤال، لو كان بيتاس معلم مشى للحج واش غيصور 70 جمل وهاد الخيام وهاد يعني حفل ولاء مصغر؟ فينك يا كورونا وفينك الازمه؟ وكيقولوا الناس الحكومه كاينه ازمه وتداعيات كورونا وتداعيات الجفاف وتداعيات مصيبه كعمك وتداعيات دابا الجمال وتداعيات دابا انا هدي التطبيع دي 50 ديال الحبس نافذه، اغتصبتي 3 البنات دي عامين موقوفات تنفيذ في نفس الدوله. دابا بيتاس معلم منين جاتو 300 مليون باش يدير هذا الحفل الباضخ؟ مع ذلك نعيبه اللي يبيع الجمال ويرد ياك ما تسلف. خوتي المغاربه مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي اسبوع في حلقه، كنا اطراح وكنا افراح. غنبداو بالحدث المؤلم فاجعه بدمنات اقليم ازيلال، 24 شخصا يلقون حتفاهم في حادثه سير مروعه، جوج نساء و22 رجل. يعني كان اولا كنتقدم احر التعازي للأسرة والأهالي والأحباب وذوي يعني الضحايا وللشعب المغربي قاطبة. نسمعوا تصريح مؤلم جدا، دائما نفس المشكل، الطرقان خايبين. واش الفران واش شي تيقول فران شي تيقول لا زلقات شي تيقول الله تعالى 24 واحد جوج عيالات و 22 رجال. هادشي راه ماشي، هادشي راه كيخوف جميع المسلمين. 24 واحد في دقيقة راه شوما. وكنطلب من المسؤولين من وزارة التجهيز والنقل ذاك الطريق الله يرحم ليهم الوالدين يديروا معهم شي حل، ماشي غير بنادم يدوش شي شارع ويشد الفلوس ويقول لا راه الطريق مصوبة. أنا كنطلب من المسؤولين ذاك الطريق الله يرحم الوالدين باش يعيشوا الناس في أمان مطمئنين، يديروا معهم شي حل شي حيط. راه الناس راه 24 راه ما سهلاش 24 دقيقة وحدة دائما. هي طبعا الحوادث ما كتعرف لا فقير ولا غني، ولكن اللي درنا عملية إحصائية أكثرية الفقراء، اكثر هي مساكن. 24 واحد في طانوبيله مجموعين، واش الاغنياء كيركبوا في 24 طانوبيله؟ دائما 18 ديك المره في النواحي البلاشوه، ديك المره مع 16 ديك، دائما مساكن الفقراء كيتجمعوا لان الفقر. 24 واحد في سياره، دائما الفقراء هما اكثر الضحايا. 24 واحد وكاننا في حرب اهليه. دابا حسبنا العدد ديال الضحايا ديال الحوادث السير في المغرب. السيد هضر على الطرقان، طبعا من كرة إلا جاحد دارت مجهودات كبيرة في الطرقان في المغرب وتصاوبت شبكة طرقات قوية في المغرب، ولكن الأمر لا يكفي، كاين بعض المناطق اللي مازال خصها توصلها هذه المجهودات، من جملتها هاد الناس خصوصا في الهوامش والمناطق البعيدة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله صبر داوي والأحباب ديال هاد يعني الضحايا. نمشيو لسي بيتاس. بيتاس، ولكن قبل بيتاس بعدا نهنئوا المنتخب الوطني والمغاربه على الاداء الجيد للمنتخب النسوي، وكنتمنوا له مسيره موفقه نظيره مسيره المنتخب الكبار للرجال في قطر. واللاعبات المغربيات ابانوا على علو كعبهن وعلى انهم قادرات على صناعه المستحيل، فكل التوفيق للبؤات الاطلس في هذا المسار الكروي العالمي. مشي البيتاس واحد 70 جمل جاه 70 جمل، عرفتوا الجمل كل جمل بجد المليون، 70 ضربت فيها بجوج 140 مليون. بعد عندي واحد السؤال، هاد الجمال بعد هادو هاد الجمال دابا 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 الناس عطاو الوزير كنقولوا زيت الشحمه في ظهر المعلوف. اهل الصحراء معروفين بالكرم ومعروفين بهاد المناسبات، ما عندنا ادنى مشكل. غير انا عندي سؤال، حتى في الصحراء واش كل واحد مشى للحج للصحراء كياخذ 140 جمل؟ واش اي واحد مشى للصحراء مشى للحج من الصحراء واش كياخذ 140 جمل؟ 70 جمل، 70 جوج المليون كتعطيك 140 مليون. 140 مليون للوزير هو اصلا لاباس عليه، 140 وزير 140. بعدا شكون هما هاد الناس اللي قدوا عطاو جمل؟ انا كنسائل واش مواطنين هادو عاديين؟ حيت الوزير الحكومه ادائها ضعيف مره، الناس ساخطين على الحكومه، والا لا كنا حنا ما عرف كيف دايرين في هذه البلاد السعيده. حنا سي بيتاس مبروك الحج وعلى سلامته من يرجع، وكنهنيو انه ادى هاد المناسك وهاد الفريضه ومن حقه، ولكن كونه وزير هاد 70 جمل وجابوهم ناس لاباس عليهم، واش برلمانيين واش رؤساء جماعات واش اصحاب مصالح؟ واش جابو كون كان بيتاس باقي معلم واش غيجيبوا له 70 جمل مشى للحج؟ عندي سؤال، لو كان بيتاس معلم مشى للحج واش غيصور 70 جمل وهاد الخيام وهاد
واش نجيبوها له حبا وكرما وثقافه ولا طمعا؟ لانه الناطق الرسمي، الوزير راه كلشي عنده الناطق الرسمي، عنده علاقه باخنه، واش عنده علاقه بالداخليه، المصالح كلها كدوز الناطق الرسمي باسم الحكومه. فلو كان معلما كما كان، هل كان سيظفر ب70 يعني جمالا؟ حتى سؤال كيطرح. وثانيا فلوس موجوده تما في الصحراء، 70 جمل 140 مليون، يعني الصحراء وعدهم فلوس تما، دايره الفلوس مزيان. حنا دابا شنا الناس كيجيو من الحج هنا عندنا، كيجيب لك كاين اللي كيجيبوا له شي دجاجه، هذا كيجيبوا له جمل، هذا الجمل على اللي باين على الله، شي حاجه اخرى ما عرفش شنو كاين. 70 جمل، 70 جمل، وكل جمل يجمل بجوج المليون. وكنشوف والماكله، والماكله يا خوتي المغاربه راه ضرقنا الوجوه هنا، خاصك تشوفوا الماكل كي دايرين على الانواع. البسطيله، شوفوا البسطيله كي دايره، شوفوا اللحم ديال الناقه، شوفوا الكسكسو كي يديروا فوقو داك املو. واش منك يا تفاح ويا بنان ويا والماس ويا كوكا ويا هاو، يقول لك ما تشتهي الانفس كما عبر له حسين. واحد البرلماني قال لي حفل ولاء مو صغار، قال لي حفل ولاء الاخر كانت فيه 600 طابله، قال لي هذا فيه 300 طابله، قال لي حفل ولاء مو صغار. فينك يا كورونا وفينك الازمه؟ وكيقولوا الناس الحكومه كاينه ازمه وتداعيات كورونا وتداعيات الجفاف وتداعيات مصيبه وتداعيات دابا الجمال وتداعيات شو دابا الماكله كي ولات في الوقت اللي الناس مساكنه ما عندهمش طرقان. بعض المناطق دابا تصور الجمال وهاد الطابله، ملي تجي انت مراكسه مسكينه ذاك النهار في نواحي شي منطقه امازيغيه، هرسوا لها الفيترينه ديال الخبز مسكينه باش كتخلص. عقلت على ديك المراه، واحد المراه قالت لك ما لقيتش ما ناكل، ما عنديش ما ناكل ما عنديش. شوف دابا هاد الرؤساء شنو عندهم، الجمال وعندهم الطوابل. 300 طابله، كل طابله ب 5000 درهم قال لي واحد السيد. 300 طابله ما عرفتش شحال كتجي، شي 300 مليون. عندي سؤال، دابا بيت معلم منين جاتو 300 مليون باش يدير هاد الحفل الباضخ؟ مع ذلك نعيبو اللي يبيع الجمال ويرد ياك ما تسلف كيما 300 طابله على سوم 5000 درهم، حد ادنى طابله. علاش درتي طابله بالبسطيله ديالها بداك اللحم بالكوله ديال الجمل بالتفاح ديالها بالماند بالمصيبه الكحله بالطابله حتى بالتجهيز؟ خصك 5000 درهم في الطابله، 5000 درهم على سوم 300 مائده النساء والرجال، شحال خصك؟ 300 مليون. واش معلم عنده 300 ولا دار 300 مليون في الوزاره؟ واش يقدر يكون هو وفر 300 مليون في هذه الوزاره؟ منين دخل دابا شحال خدام كاع؟ شحال كياكل؟ واللي كيصرف 300 مليون ما يمكنش شي واحد عنده 400 مليون يدير مائده ب 300، يستحيل. اللي كيصرف 300 مليون الا كتكون عنده جوج المليار ولا مليار، حد ادنى. بنادم ما يغامرش، هذه غا وجبه، وغدا لا جاتو شي 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 عزو ولا جاتو عاوتاني شي مناسبه صحيه، الله يحفظ الله يحفظه هو واسرته اهله وحبابه. حنا غير كنقولوا الحياه هذه ما عرفنا شنو تجيب. اللي كيصرف 300 مليون الا عنده في الخزنه مليار جوج المليار. هذا السؤال هذا انا كنطرح اسئله لانه شخصيه عموميه، كيفاش كيقدر في هذا البضخ زعما وشنو الرساله زعما من هذه التفاطحه هذه كامله؟ شنو بغيتي تقول السي بايتاز؟ باغي تملا الفراغ ديال بالفقيه تما ولا شنو؟ شنو شنو زعما رساله لمن هذيك؟ رساله لمن؟ للدوله بان قادر تجمع القبائل، جاي الناس من قلميم، جاي الناس من طنطان، اتبع عمران، سيدي ايفني، جميع المناطق ومرحبا والتعناك وداك الشيء مخدوم كيبانوا الحب. ويلي بيلي تقول هاد الحكومه هادي ما بقاش الشوماج في المغرب، وهي حكومه كتشوف حصيلتها 3 مليون ديال الفقراء مكلاسي 136 ولا شحال هي في الصحافه ولا ما عرفتش شحال، ما بقاش كاع تعاقل على الارقام 123 باش ارقام مهوله مع هاد الحكومه. المديونيه شعلت بوله حمراء، علاش كيعلقوا؟ على واش كيحتفلوا به؟ شنو هو الانجاز الحكومه اللي ربما احنا ما شفناه؟ يعني داك الشيء مخدوم. رساله لمن؟ للدوله بانك زعما راه انت غتجمع دوك المناطق وانت تملا الفراغ، باغي تكون رئيس جهه في المستقبل ولا هذا؟ هذيك ماشي عاد الحفله هذا مخدوم السي بيتاز، تصاور وتعناك مع هاد عباد الاحرار، زعلم الله كيفاش خدموا هادشي من قبل. ورساله لمن عاوتاني؟ قاده الاحرار والصراع بانك كاين ماشي سويهل. زعما شنو هو الميساج؟ بغيت غير نفهم زعما الميساج ديال هاد، واخا في اطار الحكومه نمشي لهاد، ما يمكنش ندوز هاد التصريح اخوتي المغاربه ديال وهبي. وهبي دار واحد التصريح على المثليه والحريه، كتعرفوا كان محياه الحريه الفرديه، وحنا سنغير تاريخ الامه. اسسنا هذا الحزب لنغير تاريخ هذه الامه. سنغير تاريخ الامه. انا لا استبعد
حيت هذا الخطاب جا التصريحات ديالو في العربيه جات عشيه قبل الخطاب العرش بشويه، وخطاب العرش اللي كيتامل في خطاب العرش راه كان رساله فيه واحد الطرف راه فيها الوهمي ومن يفكر مثله تغيروا تاريخ الامه. الملك ذكر واعاد الاعتبار للاسره المغربيه نواه المجتمع، نواه الاسره المغربيه عندها علاقه باماره المؤمنين وبالاستقرار وبالهويه، الناس اللي كتغلط اللي كتبغي تغامر بالقيم. الملك مهضر على القيم وعلى الاسره في المجتمع الدولي صحيح فيه المثليه، ولكن هذه الخرجه اللي دار وهبي ماشي عاديه، هو كان كيتغنى بالحريه الفرديه ما عمره ما هضر على المثليه، ولكن هضر بحال شي واحد جدع ودونهم بعد ذاك سنغير تاريخ الامه والحريات الفرديه. سمعت صريح يبدو انه من سخره الاقدار ان هذو المثليين اصبحوا قوه سياسيه واقتصاديه ضاربه تتحكم في الامور وتؤثر على الامور وتؤثر وتقرر في الأمور السياسية أو تؤثر في الأمور الاقتصادية على مستوى العالمي، وهذا يفرض توظف هذه القوة الاقتصادية والسياسية توظف الآليات الآن لكي تفرض علينا اختيارات تهمهم، ونحن في الحقيقة عاجزين في مواجهتهم لأن أقوياء علينا بشكل كبير. لا ما عندك الحق أنت وزير تقول إحنا عاجزون وهم يفرضون، لا ما تقولهاش، أنت مسؤول، لا حق لك تقول هذا. فاش يفرضوا علينا؟ فاش إحنا أضعاف قدامه؟ فاش عاجزون؟ ترك وزير الاستاذ كثير وهناك عاجزين كبير لهم سينعكسوا هذا في المستقبل، ولكن انا عاجزين نحن عاجزين في مواجهتهم، نحن لحد الان ندافعهم طبعا، نحن فقط الان نناضل ونعمل ليل نهار من اجل الحفاظ على قناعاتنا وعلى تصوراتنا، لا نريد ان نلغي ولا نفكر حتى ان نلغي اختياراتهم لانهم اقوى منا، ولكن انا اقول لك انا عندي قناعه مطلقه بان هذه مجرد ظاهره، ظاهره سيمر الوقت وستنتهي، فقط الآن أخذت بعض الإشعاعات لأنها ظاهرة جديدة ولأنها تشعر الإنسان بكثير من الحرية وكثير من الاختيار ومرتبطة بمفهوم اللذة وبمفهوم الاختلاف، لذلك أنا أعتقد أنها ظاهرة ستمر وسنن. كيف ظاهرة وأنت تقول بأنه يبدو أنهم قوة سياسية واقتصادية فاعلة وقوية ومؤثرة أيضا؟ هذا السيد عاد تلقى أول مرة ما عارفوش الناس راهو اللي فوق الأستاذ بحال هكا يقول في شيء أناقضه اليوم وغدا خضار حمار كحال فحاص السيد لا يتعارض هذا مع ما قلته دكتور؟ حتى الشيوعية كانت حتى الشيوعية كانت ظاهرة. عمر الشيوعية كانت في وقت اخوتي المغاربة في تاريخ البشرية، واش هذه يقدر يقول شي واحد ما كيفهمش مزيان؟ ترك وزير وكنتي محسوب على اليسار. الشيوعية عمرها كانت في تاريخ البشرية فوق شي أرض. الشيوعية كان طموح، هذا واحد الطموح سياسي ومجتمعي كتبوا فيه الناس وبغاو يوصل. والثورة الاشتراكية اللي جينا نرجعوا للأدبيات الماركسية بقواعدها ما عمرها ما كانت اشتراكية مفهومة، كانت بوادر لأن ملي كتهضر على الشيوعية واحد المرحلة راه ما كتبقى عندك لا طبقات وما كاينش الدولة واش في روسيا براسها اللي عاش الثورة مع لينين ما بقاش تما البرجوازية وكيفاش ترجعتكم ما كانتش دابا هذا وزير وكيهضر حتى الشيوعية بحال زعما راك والحركة الإسلاموية كانت ظاهرة وهذه العركات كلهم كانت ظاهرة بس أنت عارف تمر وتنتهي كيقارن الشيوعية والإسلاموية بالمثلية ما عرفتش شكون اللي كيقول لك جاب كعو لبعو كيقولوا هذا الوزير مع كل التقدير له والاحترام ربما هو متفوق في شي حوايج ولكن الشيف الشيوعية المثلية الشيوعية راه واحد الفكرة سياسية يتفقوا معها الناس ولكن فكرة مشروع مجتمعي فيه نقاش يختلفوا البشر فيه نقاش فيه كتابات فيه مفكرين فيه رواد فيه مفاهيم فيه جهاز مفاهيمي فيه مشروع. المثلية شنا هي المثلية؟ واش كتقارن المثلية ب ومع كامل الأسف هذا السيد الوزير ما غنكملش معاه. نمشي لنقطة أخرى كتعلق ب الاغتصاب. خبر غضب من حكم قضائي مخفف أدان مغتصب ثلاث قاصرات ابني ملال بالحبس موقوف. أنا ما عرفتش كل مرة هاد الخبرات واش ما نساليوش منها. أحكام كتصدم، أحكام كتخلق. هذيك النهار سمعنا في تيفل ديك دابا غضب حكم قضائي مخفف بلا ما ندخل في التفاصيل. اغتصب ثلاثة البنات. ها هي موقع لكم غضب من حكم قضائي مخفف أدان مغتصب ثلاث قاصرات بالحبس موقوف التنفيذ. إذا القاضي من اللي دانوا وإذا اقتنع بالإدانة. علاش موقوف التنفيذ ثلاثة البنات؟ كيفاش زعما؟ واخا وملي كنجيو دابا نلقاو هنا إدانة مناهض للتطبيع بخمس سنوات في هاد السيمانة تاني شي واحد مناهض للتطبيع خمس سنين حبسا. دابا أنا هدي التطبيع دي خمسين ديال الحبس نافذة. اغتصبتي ثلاثة البنات دي عامين موقوفة التنفيذ في نفس الدولة. دابا شنو هو الميساج؟ إلا سمعتي خمسين موقوفة التنفيذ رسالة لمن للمغاربة حتى واحد ما يهضر في التطبيع. هذا موضوع محرم عليكم الحديث فيه. واللي هضر خمس سنين جنحة بلافون دا خمس سنين
على واش قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الاثنين بإدانة مواطن مغربي مناهض للتطبيع بالحبس 5 سنوات حبسا نافذا والغرامة بعد نشر تدوينات تهاجم العلاقات المغربية الإسرائيلية بحسب ما دابا الشيء. أنا مع كل احترام الهيئة اللي استرشد الحكم كنقول كصحفي قراءتي إلا كان زعما في حدود هذا غير التطبيع عرفتي راه كيضر المسار المغرب ماشي في صالح المغرب وعلاقته بإسرائيل كيتار واحد النقاش مجاني كيعطي فرصة لعباد الله حكم 5 سنين بلافون وشنو هو تدوينه واش حرض فيه على العنف واش حرض في هذه التدوينات على قتل الإسرائيليين أو قتل أو قتل المطبع إذا كانت فيها آراء تقدر تكون فيها إساءات عبارات لبعض المسؤولين لبعض كذا ولكن شنو هو 5 سنين نافذة. أنا عندي سؤال دابا اغتصاب البنت ولا قاصر شو العبارة اغتصاب قاصرات اغتصبتي قاصرات عندك حبس موقوف التنفيذ شنو هي الرسالة إذا كانت الرسالة من 5 سنين من التطبيع هو يخافوا المغاربة إذا المغتصبين كنقول لهم ما لا حرج عليكم. قضية أخرى وهي مرأة مغربية في الكاميرون رسالة مؤلمة منها أخوتي المغاربة بغينا نوصل لكم هذه الرسالة. هذه السيدة كتعاني في الكاميرون المغربية. السلام عليكم أخوتي وخواتاتي. أنا نعيمة مطيري مغربية وكان عيش في الكاميرون 25 سنة وكان دوز مشي ظروف خايبة مش كان جي للسفارة ديال المغرب هنا في الكاميرون في ياواندي ما كيستقبلونيش وانا مرأة مريضة عندي السكر وعندي القلب والوراق تنجي نطلب وراقيات قداو ما عنديش لاكارت مسالية ما عنديش الباسبور مسالي باش نجي لعندهم باش يساعدوني على الباسبور وعلى الوراق ما كيحلوش ليا بابا ما كيستقبلنيش السفير كيخليني غير الغارديان الغارديان تيقولك لا راه ما غاديش يستقبلك اليوم سير واحد السيمانه اجي سير واحد يومين 3 ايام اجي بزاف تيديو فيا ويجيبو 5 الخطرات غير هاد السيمانه تنمشي وتنجي ما كيستقبلونيش. قال لي الحارس سيري مصيفطنك عند حياه ما عرفتش شكون هي حياه واش كاتبه او نائبه او ما عرفتش في السفاره وانا على قد الحال مرا ما قارياش ما فاهمه تنفهمش تنبقى غاديه وجايه انا ولدي وانا مرا مريضه وعندي 64 عام وتنعيش غير في الزنقه تنعيش غير في الزنقه كلشي كنديرو في الزنقه يومين تناكل وثلاث ايام ما كناكلش انا ولدي ومعرضه للشفاره معرضه للجوع معرضه للعرى معرضه للمرض معرضه وهي دي هي حياتي. والسلام عليكم وشكرا. هاد المرأة دابا هي محتضنة من طرف واحد المرأة أخرى عاوتاني عيطت ليا ما غندخلش في التفاصيل. مناشدة السفير المغربي في الكاميرون سمعنا شي أشياء أن يلتفت لهاد السيدة ولعدد من الناس أخرين ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كنسمعوا بزاف ديال الناس كيشكاو هاد الناس الجاليه كيصيفطوا فلوس صحيح انقذوا وجهنا الاقتصادي في زمن كورونا وانقذوا وجهنا الكروي في قطر لعبوا واحد الدور كبير واليوم هذه الجاليه تحتاج الى رعايه اكبر الى احتضان اكبر. هادو ولادنا كتب عليهم انهم يعيشوا برا والغربه قبيحه وهزن عائلاتهم هنا وهزن ولديهم وهزن عماماتهم ومساهمين في الاستقرار ديال المغرب فكيحتاجوا لعنايه كبير. طبعا احنا ما عندناش روايه ديال السفير درنا محاوله ولكن كتعرفوا عندنا مشكل في التواصل مع المسؤولين. احنا كنتمناو من السفير ما نقولوا حتى شي كلمه العيب ان يلتفت لهذه السيده هذه مواطنه مغربيه بنتنا تستحق كل العنايه. محطتنا ما قبل الاخيره هي قضيه بدر. البارح في اتصال هاتفي مع الاب ديال وليد لاغا اللي قتلو هذا اشرف الصديقي يعني هضرنا على الحكم وقال بانه السيد ما تسحبت منه لا رخصه السياقه ولا انه يعني تشد في الحراسه النظريه وان النيابه العامه لم تستأنف. اليوم السيد الوكيل العام في الدار البيضاء دار بلاغ كيأكد بيعلن السيد الوكيل العام لدى محكمة السيد في الدار البيضاء على ان مهم السيد الوكيل العام تحيه ليه سلوك حضاري هكا تنقول ان السلطات ملي كتواصل باش درءا لاي لبس وسد الباب على اي اشاعه فتحيه للسيد الوكيل العام في الدار البيضاء على هذا السلوك القضائي الراقي والمتميز. انا غنمشي للحكم فيه واحد التعليل رائع فيه تعليل رائع وينسجم التحليل اللي درنا البارح. قبل ما بغيت نتصل بالمحامي سي محامي برشيدي هذا هو المحامي ديال ولد البوليسي
نتصلوا بالمحامي ولد البوليسي نشوفوا لان هو حتى هو ما هضرش على الاستئناف. الو السلام عليكم. سي برشيدي لاباس؟ مرحبا. الله يبارك فيك. انا معك حميد المهداوي. مرحبا الاستاذ المحترم. الله يحفظك. الله يبارك فيك. انت لاباس؟ بخير. الله يحفظك السي برشيدي. شوف يطول لي عمرك بارك الله فيك. انا دابا راه كنصور باش نحطك في الصوره ياك. اييه راه كيتصنتوا لك دابا الناس. شفتي البلاغ ديال السيد الوكيل العام السي برشيدي ياك؟ خويا يلا طلع لي عليه واحد الزميل تخدم في المكتب ديال سليمان. يلا طلع لي عليه واحد الزميل على اساس ان الحكم السابق ديال 2018 مستأنف ياك. اييه مستأنف صدر باش عليه قرار غيابي هادشي اللي في العلم ديالي. وبالنسبه سبق لينا كنا قلنا راه على حساب لابليكاسيون. على حساب لابليكاسيون كنقول على حساب لابليكاسيون اللي كان عندنا في التليفون. ما كانش طلع لينا راه مستأنف. اما واش جزمنا احنا انه مستأنف ولا ما جزمناش، ولكن دائما على حساب لابليكاسيون اللي كتقول لابليكاسيون كدير الملف. ما عقلتناش راه مستأنف. دابا انت في العلم ديالك كان غير مستأنف. انا شوف دابا اللي في العلم انا حنا الملف كان تابع فيه المتهم ياك. المتهم كنا بغينا نصبوا طرف مدني، فاذا به ملي مشينا للمسطرة ديال جو الحصير لقينا الملف دخل المداولة وتحكم. في الابتدائي دخل المداولة وتحكم. كيبقى قدامنا حنايا بحال بالنسبة لذوي الحقوق إلا بغا يطالبوا بالتعويض كيمشيو للمدني. المدني هو الملف ملي كنطالعوا عليه في الابليكاسيون كنلقاو أنه محكوم نهار 12/3. وكان داز على حساب الحكم داز 26/3، ولكن ملي كترجع لابليكاسيون ما نسجلش 26/3. هذه هي المعطيات اللي عندي أنا. وملي كندخلوا بلابليكاسيون ما كيطلعش لينا راه مستأنف. هكاك، إذا أنتم ما كانش عندكم فكرة. لا ما كانش عندنا فكرة، أنه مستأنف أو غير مستأنف، والدليل أنه غيابي وما عمرنا ما تستدعينا حنا للمسطرة الجنسية. هذا الشيء اللي بغيت نسولك دابا في الاستئناف، ما استدعوكمش في الاستئناف، ما استدعوكمش؟ لا ما تستدعينا، وذوي الحقوق ما تستدعوش. وعلاش؟ وأستاذي أنا ما عرفتش أنا، هي هذاك إجراء من الإجراءات ما هما أصلا ما تستدعوش ابتدائيا. لا هو بالنسبه لمحكمه الاستئناف وكانوا حاضرين في الابتدائيه غادي تشدعيهم الاستئناف. ولكن مادام ما تشدعوش وما حضروش امام القاضي اللي في المسطره ديال جو الحصير، ما حضروش ذوي الحقوق وما تشدعوش وما تنصبوش طرف مدني، محكمه الاستئناف ما غاتكونش ملزمه تشدعيهم. اذا المحكمه هنا في الاستئناف ما خالفتش القانون؟ لا مادام هما ما حاضرينش ابتدائيا لا. داكور صافي. وكي جاكم ودابا انتم الملف كاينه في المدني في المحكمه المدنيه؟ الملف تحكم ابتدائيا واستئنافيا باقي. لا في التعويضات ياك انتم قلتوا مشيتوا للمدني. اييه. والملف دابا كاينه في المدني؟ تحكم ابتدائيا واستئنافيا. بشحال تحكم؟ كنتحكم ابتدائيا بالتعويض المادي والمعنوي والاستئناف تلغى، لا بالنسبه للطرف ديالي انا لا بالنسبه ديال ذوي الحقوق ديال السي سباعي تاهو الله يرحمه نفس الشيء. تلغى التعويض المادي. اما المعنوي بقى بطبيعه الحال. لا المادي بشحال كان في الاول الحكم المادي؟ ابتدائي وتحكم برفض الطلب. ابتدائيا شنو كان الحكم؟ ابتدائيا كان الحكم بالتعويض عن التعويض عن التعويض التعويض المادي، تحكم بالتعويض المادي وتحكم بالتعويض المعنوي بطبيعه الحال. لا شحال القيمه الماديه؟ فهمت شحال القيمه الماديه؟ والله انا ما عنديش الملف هنا، لا اذكر والله الا لا. وجا الاستئناف لغا ذاك الحكم الابتدائي؟ لا القرار الاستئنافي اللي تستانف في الملف. تلغى الحكم في الشق القاضي بالتعويض المادي. اي هذا التعويض المادي اللي تلغى فهمت؟ اي تلغى، اما التعويض المعنوي راه بقى. داكور واخا. ودابا هاد الحكم دابا ديال سنة وصاحب كي ملي طلعتوا عليه واش كي جاكم؟ هو شوف هو القضاء ملي حينما يصدر اي حكم او قرار نحن ننصح كتبقى قدامنا طرق الطعن راه كنمارسوهم في اطار القانون، هذا هو اللي كاين. حيت انا ما شفت داك التصريح ديالك. نطلعوا لحكم للحكام وطرق الطعن راه هي مكفوله لاي واحد. داكور، دابا الملف باقي في النقد ياك؟ الملف غير القرار الاستئنافي في الشق المتعلق بالتعويض عن التعويض في اطار 1600 من قانون جمله العقود. راه
غير حائز لقوة الشيء المقبلي، يعني مازال ما قدرتش فيه النقص بقرار نهائي. داكور. وحتى هذا الحكم دابا اللي تحكم على أشرف الصديقي باقي ما تسلم، ماشي مبرم باقي لا بالنسبة لهذا احنا ما عندنا علاقة به، لأنه كيتعلق بالمسار الجمعي، هذا الوكيل العام يقدر يدير فيه النقص يقدر ما يديرش فيه النقص. لا كنظن دار حقاش كاين واحد استر الاخر السيد وكيل العام تيقول عندما يصبح مبرما زعما ينفذ الحكم يعني العقوبه، ولا كنعتقد هذا هو فحص الصدر. اي هو مادام هو غيابي راه عاود عند ملي تبلغ به المتهم راه من حقه يتعرض عليه. داكور. واخا سي برشيدي شكرا لك وتحيه لك. شرفنا سي ميدو. مرحبا. الله يبارك. العفو سلامه. شكرا شكرا شكرا. إذا كما سمعتوا الزوار ديال الموقع المحامي لا علم له قال كيعتمد بالابليكاسيون كعار بان الحكم غير مستأنف. هادشي علاش السي عبد العزيز البوليسي حتى باش صرح لنا البارح قال الحكم غير مستأنف بناء على هاد المعطيات اللي قالها المحامي. وحتى ذلك البوليسي عبد العزيز له 7000 عذر. رجل أولا عن صورته طيبة داك السيد والله العظيم، سمعت من ناس بوليسي زعما ضابط شرطة ممتاز محترم عنده سمعة طيبة وسط الحومة ديالو، والباش الإنسان يفقد واحد اللي في ولده في حادثة سير فرى الإنسان يعني تقبل منه أي حاجة. أنا عجبني هذا الحكم صراحة بكل ما تحمله الكلمة معنا، هذا الشيء علاش كنتاقده وملي كنلقاو شي حكم مزيان فكنفتخروا. هذا حكم للتاريخ زويون. علاش؟ نفس هذا اللي قلنا البارح فصل 172 ها هو القاضي كيهضر عليه، مدونة السير كتقضي. باش نلخصكم أخوتي الكتابة شوية صعيبة، شنو قال القاضي في هذا الحكم؟ قال على أن المادة 172 و73 لا تسمح للقاضي يختار بين الحبس والغرامة، خصو يديرهم بجوج لأن جنحة تأديبية، نفس الهضرة اللي قلنا البارح. وعلى أن المادة 173 كتقول إلى قضى ب 172 خصك تزيد تحيد لك السيد اللي تسبب الحادثة السير المميتة بشكل غير قصدي، تحيد له البيرمي، نفس الهضرة اللي قلناها البارح. هذا حكم يشرف المملكة المغربية، موقعنا على أتم احترام القاعدة، بينما الحكم الأول كان حكما غير موفق. حي الله هذا القاضي اللي صدر هذا الحكم، حي الله الوكيل العام على البلاغ ديالو، الله يرحم يعني بدر، والله يرحم وليد، والله يرحم السيد اللي كان معاه. آخر كلمة وآخر محطة هي جمعية عين الحسن للتنمية السياحية والسياحة بعين الحسن، دارت واحد المبادرة تدعو المحامون أن يتوقفوا عن العمل يوم 10 أغشت تنديدا بالأوضاع المزرية اللي كيعيشوها إخواننا المحتجزين في تندوف، وأن غتراسل المنظمات والمحامون داخل المغرب وداخل خارج المغرب، وكتدعو السلطات الجزائرية أن تكف على الأذى ديال المغاربة المحتجزين هناك. كنشكركم متتبعات والمتابعين القناة وإلى اللقاء.